السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين برضو في مول اوتلت الجديد عشان في عروض كتير جدا، محلات كتير عامله عروض حلوه قوي قوي. عشان كده بقول لكم سوق بلد بورسعيد مليان عروض، وخصوصا في مول اوتلت الجديد اللي عند سوق السمك الجديد بتاع بورسعيد. وزي ما انتوا شايفين كده العروض من اول 100 جنيه. قلت لكم قبل كده ان في اسعار كتير جدا في بلد بورسعيد، من اول 25 جنيه لغايه 2500 جنيه كمان، فانت هتلاقوا اسعار كتير جدا. بس المحل ده النهارده عامل عروض. احنا فين بقى؟ احنا موجودين عند محل الحبيب المصطفى في محافظه بورسعيد في مول اوتلت الجديد، الممر بتاع جده محمود واسلام ثقافه. ادخلوا بقى من عنده كده واسالوا كتير هيدلكوا على المحل. المحل حريمي ورجالي، بس احنا النهاردة هنشوف كل الحريمي. عنده بافيستات، عنده شميزات، عنده بلوفرات، عنده سويتشيرت، عنده كمان جواكت. كل ده عند الحبيب المصطفى وهنشوفه النهاردة. الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله هيبقى رجالي. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوف القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد وخصوصا بلد بورسعيد. يلا السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. قول لي احنا فين؟ انت عندك في سوق الاستوكات اوتلت. ماشي. مول اوتلت الجديد. مول اوتلت. تمام. المحل اسمه ايه؟ المحل اسمه الحبيب المصطفى. اداره عمرو شمس. اداره يعني على دخله يعني ايه بقى؟ الممر بتاعه على دخله ايه؟ احنا على جده محمود واسلام ثقافه. جده محمود الممر ده يا جماعه. واسالوا على الحبيب المصطفى هتلاقوا المكان هنا اهو. ماشي. عندك ايه بقى؟ قول لي. عندي تيشرتات ب 100 جنيه وعرض. ده حريمي؟ اوفر سايز حريمي. انت عندك حريمي ورجالي؟ حريمي ورجالي. ماشي. من اول 100 جنيه وعندك؟ 100 جنيه. ماشي. عندي تمام. عندي جرد ب 100. ماشي. بلوفر ب 100. وريني الجرد ب 100. جرد ب 100. حلو. الاحمر بصوا حلو. الجرد ده ب100. حلو ده. ممكن تقلبك يعني؟ ايوه. بصوا حلو قوي الجرد ده ب100. تمام. ماشي. وده برده ب100. تمام. ماشي. اي حاجه على الستاند ده يا جماعه ب100 جنيه اهو. اوفر سايز اهو. ماشي. تمام. بصوا تعالوا قلبوا هنا بقى اهو. ماشي. من اول 100 جنيه البناطيل ده حريم ولا رجال؟ ده حريمي ليجن ب100 جنيه. بصوا امسكوا الخامات يا جماعه، انا بوريكم اهو. انتوا عارفين المشجر ده ليجن برضو ولا عاد؟ والله اه ده ليجن برضو. معرفش ان في ليجن مشجر برضو ب100. ماشي. تمام. ب100 تيشيرت رجالي ب100. ده كبير ده. انت عندك مقاسات كبيره؟ عندي جميع المقاسات. عندك جميع المقاسات. كويس. بصوا في شبابي بقى صح؟ ده شبابي ده ب100. ماشي. تمام. بصوا بحب اكد لكم على السعر اهو عشان كل قطعه احنا هنعرضها النهارده هتلاقوا عليها سعرها، ما تقعدوش تقولوا لي فين السعر. تمام. في اوفر سايز والشباب ب100 جنيه. تمام. كل ده عند حبيب المصطفى اهو. شايفين اللي فوق دول حلوين قوي. ماشي. في حاجات بقى جوه المحل ده اللي هندخل نشوفه بقى. اللي فوق دول عاملين ايه؟ حلوين عاجبني يعني. دول للبنات الحاجات اللي هي الهاي وسط دي. حلو. الاستومك ده عامل 200. 200. تمام. ماشي. وعندك كلام ولا مفيش كلام؟ في كلام بس على حسب بقى. كل اللي بتاخدي كمية كلنا بنعمل معاك واجب. ماشي. يعني لو اخدت كمية هتعمل معاها الواجب. طب لو حد جالك بقى قالك متابعين القناة هتعمل معاها واجب؟ نعمل معاها احلى واجب. احلى واجب بقى لمتابعين القناة. تمام. بورسعيدية عايزين نوريهم كرم البورسعيدية. ماشي. بصوا يا جماعة الحريم الأول اهو، هنوريكم الحريم الأول. ده جرد. ده جرد. بصوا الجرد ده غريب ولا ده طالع موضة؟ اه طالع موضة. اه ده الكم بتاعه اهو. بصوا الكم بتاعه اهو. حلو الجرد ده. اه. برضو. تمام. في الهفوات. ماشي. ناس كتيرة بتيجي تسأل. بصوا ايوه ده الهف ده مطلوب جدا. نزل ايدك. اه بصوا الهف ده مطلوب جدا يا جماعه اللي احنا نلبسه بقى فوق الجاكيت يعني كل دولاب لازم يبقى معانا الهف ده. تمام. ده المستورد الاصل يعني. عايزين نعرف اسعار. الاسعار هنا 200. هنا ب200؟ هنا ب200. اي حريمي ب200 مش غير. وانت قلت ان انت هتعمل هنعمل واجب برضه. هنعمل واجب متابعين القناه. تمام. اللي هياخد كميات هتعمل. اللي هياخد كميات. تمام. ماشي. عندك ايه تاني؟ في هو تيشيرت البنات الراون. ماشي. تيشيرت البنات الراون. ايه الراون يعني؟ الراون اللي هو من غير الهودي. اه الراون ده يا جماعه. اه ولا اسعار عندك ايه؟ قول لي. يعني برضو كميات يعني ده بيبتدي من 150 لغايه 200 معاك. يعني ده من 150. اه يعني انا اقول الاثنين اللي في ايدك دول 150 الواحد يعني مثلا. اه ب 150 برضو. ماشي. يعني تمام. حاجات 150 ب 150. طب في حاجات ب 150 وفي حاجات ب 200. تمام. بصوا شايفين الستاند ده كله قلبوا فيه. ماشي. وريني. اه ده عندك كذا وفي اللي هو الساده. بصوا وريني. ايوه المشجر ده برضو اللي ماشي السنه دي قوي.
برضو تمام نفس السعر؟ نفس السعر. احنا قلنا خلاص 150 ل 200 صح كده؟ ان شاء الله. الستاند كله بقى استفاد فيه منه ثلاث استندات. الثلاث استندات حريمي. هنا اهو والثالث اهو واللي فوق ده اللي هو الهودي. ماشي. طب ما انت هتوريني. الهودي. بص يا جماعه ثلاث استندات حريمي اهو. شفنا ده وشفنا ده وعنده كمان اهو اللي في الارض ده صح؟ ده تبعه برضو وده كمان. ثلاث استندات دول نفس الاول استند اللي هو. ماشي وريني بقى ايه فيه برضو. فيه برضو اللي هو الهودي الاوفر سايز. بصوا بقى الهودي ده اللي هو بالكابوتشو بتاعه صح؟ بصوا حلوه الرصه بتاعتك حلوه. موظف. حلوه ما شاء الله. حاجات ساده. ده عامل كام بقى؟ ده 220. 220 يعني ما ينزلش 200؟ يعني برضو حسب الكميات. حسب الكميات ماشي. حلو ده مقاس ده. بصوا ده مقاس ده كبير سايز. تمام اوفر سايز يا جماعه اهو. ده الاستومك بتاعه. حلو الاستومك ده. بصوا ده مطلوب جامد ده. تمام في كذا حاجه بقى منه اشكال كتير. دوروا بقى هنا يا جماعه هتلاقوا في حاجات كتير جدا. وشايفين العرض اللي فوق ده برضو حلوين قوي اللي فوق دول. يعني انت عندك هنا اسعار 150 200 220 غير بقى الجواكت. وريني بقى الجواكت. الجواكت بقى ديت يعني اسعار. الجواكت بقى يا جماعه هنشوف برضو جواكت. احنا حريمي ماشي حريمي ورجال الكوف. احنا دلوقتي بنشوف الحريمي ده بلطو. بلطو في شكلك منه يعني. بكام بقى كده حسب برضو. انا في حاجات زي كده 600 600 وفي حاجات ب 450 وفي 500. ابو 600 ده ممكن يبقى اخره كام؟ لا مش كله ده في حاجات فيهم 750 يعني ماكن من اول 300 لغايه 750. والله بصوا الستايل ده برضو مطلوب ده قوي. تمام ده عامل كام ده؟ ده عامل 650. 650 وفي بمبر. ايوه وريني لازم بمبر. ده برضه مقاس كبير. انت عندك مسات كبيره كتير. عندي كذا مقاس يعني. بكام ده؟ بكام الاحمر ده؟ ده عامل 350. 350 طيب ده في اسعار حنينه اهي برضه. ماشي تمام. بصوا كمان طريقه العرض بتاعته حلوه قوي صراحه. ان شاء الله. بصوا ده ووتر بروف ده. جميل. بطن تقيل. تقيل ده ما شاء الله. وفي حاجات برضه خفيفه للمطره. ده حاجات الميه بقى. ده حاجه الميه الخفيفه دي اللي انت لابسه بلوفر هتلبسه فوق منه ده عشان تحمي نفسك من الميه. ده عامل كام ده؟ شايفه بيعمل لك ازاي؟ 350. 350 ماشي. الحاجات الكوت بقى اوفر سايز وفي المقاسات الصغيره برضه. بص بص جايب لك ده وجايب لك ده. المقاس الكبير اهو والمقاس الصغير. ده عامل كام وده عامل كام؟ ده عامل 250 ده عامل 200. تمام 250 و200 مش فارقه كتير يعني. مش فارقه كتير. تمام كل ده الحريم يا جماعه. احنا كده شفنا الحريم وفي كمان جرد حريمي هنا. حاجه بقى سكوتات زي كده ما شاء الله المحل مليان. بصوا عارفين الجرد ده حلو ده ومقاس كبير برضو. ده عامل كام ده؟ ده المقاس الكبير وده المقاس الصغير. يا سلام نفس الموديل مقاس كبير ومقاس صغير. حلوه. بكام؟ ب 250. ماشي. في جردات برضو فوريه. في جردات بقى بصوا كام؟ 250 اهي جرد فوريه. 250 شايفين السواريه ده برضو حلو. بصوا انا عايزه اوريه لكم برضو من جوه اما تيجوا تاخدوا حاجه وخصوصا الناس المسافره اللي بتيجي من سفر. تعالوا دوروا في الحاجه كويس قوي قبل ما تاخدوها وقيسوها برضو. عندك بروفه طبعا. في بروفه. تمام ب 200 و250 يا جماعه. ماشي الماتيريال عالي. تمام اوريجينال. بصوا بقول لك الماتيريال عالي. دوري براحتك وقيسي براحتك وشوف الاستادات كلها زي اللي انت عايزاها تلاقيه هنا ان شاء الله. ده كله الحريمي. الحريمي يا جماعه اهو. بصوا كل ده لو عجبك طبعا حاجه من فوق هتدخلي هتقول له انا عايزه اللي فوق ده برضه هينزله لك تقيسيه وكل حاجه. ما عجبكيش عادي او ما جاش مقاسك برضه عادي. كل ده الحريم يا جماعه. عرفنا الاسعار هنا تعتبر معقوله ووسط. الناس اللي عايزه الاسعار الوسط المعقوله هتيجي هنا برضه عند الحبيب المصطفى في محافظه بورسعيد مول اوتلت الجديد الممر بتاع الثقافه او جده محمود. الثقافه او جده محمود او اسالوا على الحبيب المصطفى هتلاقوه ان شاء الله. تمام ده الحريم.
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم. سلام عليكم.